السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مكون النشاط العلمي درس جديد بعنوان كيف يتغير سطح الأرض. إذا تحدثنا عن مكونات سطح الأرض وقلنا بأن سطح الأرض يتكون من الماء واليابسة، وقلنا كذلك بأن نسبة مساحة المياه تفوق بكثير نسبة مساحة اليابسة. إذا فقط هذا للتذكير. إذا الهدف التعلمي من هذه الحصة هو أن يعرف المتعلم أن الرياح والماء يغيران من تضاريس وخصائص سطح الأرض. إذا ماذا نقصد بالتضاريس أو رسم خرائط الأرضية؟ هي البعد الرأسي والأفقي لسطح الأرض للإشارة إلى موقع الأرض، وعادة ما يعبر عن هذا من ارتفاع وانحدار واتجاه خصائص تداريسية. وتؤثر التضاريس على تدفق المياه وتوزيعها على سطح الأرض، ويتم وصف تضاريس الأرض استنادا إلى عوامل مختلفة مثل ميل الأرض وارتفاعها وتوجهها. إذا لاحظوا معي صورتين، لدينا هنا صورتين، الصورة الأولى ثم الصورة الثانية. إذا لاحظوا معي كما تلاحظون في الصورة الأولى، إذا تظهر هنا ماذا تظهر؟ إذا تظهر على وجهات الجبال مسيلات، وتحدثنا عن المسيلات وقلنا أنها عبارة عن مجاري مائية. إذا لاحظوا معي هنا في الصورة رقم 2 ماذا تلاحظون؟ إذا تشكل الرمال كتبانا في المناطق الصحراوية، لاحظوا معي كتبان، لاحظوا معي في المناطق الصحراوية. إذا ما معنى كتبان؟ عبارة هي كتل من الرمال تحركها الرياح ثم تلقيها هنا وهناك. إذا نمر إلى أتساءل، لاحظوا معي أتساءل، إذا كيف أفسر تغيير تضاريس سطح الأرض وخصائصه؟ إذا هنا أفترض يكتب متعلم الفرضية التي يعتبرها أنسب. هنا نمر إلى اختبار، إذا أنجز مناولتين، لدينا مناولتين، المناولة رقم 1 والمناولة رقم 2. لاحظوا معي، إذا أصنع مجسما يحاكي منحدرا جبليا، يحاكي بمعنى يشبه، ثم أصب الماء بواسطة بخاخ من الأعلى على المنحدر. بخاخ بمعنى عبارة عن آلة لرش السوائل بقوة. إذا تخيلوا معي هنا أنكم صنعتم مجسم يحاكي منحدر بمعنى كما قلت يشبه منحدر جبلي. إذا ثم أصب الماء بواسطة البخاخ من الأعلى على المنحدر، ماذا يقع هنا؟ ماذا يقع؟ إذا هنا الماء سوف يغير شكل الجبل، أليس كذلك؟ للإشارة هنا فإن الجبل هو نوع من أنواع التضاريس، مفهوم؟ إذا وإذا قلنا الجبل فإنه يتكون من صخور زائد تربة. إذا أملأ الفراغ في ألف وباء وجيم بما يلي: منحدري مائي رواسب حفر جرفها جريان. إذا رواسب هي مجموعة من المواد التي جرفتها الأنهار إلى البحر، أطربة أو شحوم أو أي فضلات غليظة، إذا تسقط في قاع الأنهار. إذا هنا للإشارة فإن تأثير المياه على التضاريس بمعنى تأثير قوة المياه على الحفر والنحت، عندما أقول النحت بمعنى إعطاء شكل معين، مفهوم؟ إذا نحت الشيء بمعنى صنع شيء لمسالك في الصخور والتربة لتتمكن من تحقق من المنحدرات إلى الأراضي منخفضة حتى تصل إلى البحر أو المحيط. لدينا هنا ماذا؟ لدينا قوة تماس الميكانيكية التي تطبقها المياه على اليابسة فتغير من شكلها باستمرار. إذا لدينا يسيل على سطح منحدري، ماذا نكتب هنا؟ يؤدي، ماذا نكتب؟ مائي إلى، ماذا نكتب لدينا هنا قط؟ سطحي، ماذا نكتب؟ تتكون ماذا؟ من مواد، من المواد عفوا التي تم بالماء. إذا لاحظوا معي هنا ماذا نكتب؟ إذا كل مفرد يكتبها المتعلم في مكانها الذي يعتبرها أنسب. إذا نمر إلى مناولة ثانية، إذا لاحظوا معي مناولة ثانية. إذا أضع كمية من الرمل الدقيق على الجزء الأمامي من اللوحة الخشبية، لاحظوا معي هنا يتوسطها حاجز، مفهوم؟
تحدثنا عن الحاجز. إذن هنا ماذا يقع؟ إذن هنا تأثير مباشرة، تأثير الرياح على ماذا؟ على الرمال في الصحراء. إذن تأثير قوة الرياح على الرمال من مكان إلى آخر لتكون ماذا؟ تكون كما قلنا كتبان رملية متحركة. لدينا هنا قوة التماس الميكانيكية التي تطبقها الرياح على الرمال فتغير مكانها ويشكل كتبان التي تتشكل باستمرار. إذن أوجه الهواء المجفف الشعر نحو الرملي وأملأ الفراغ بما يلي تتراكم تياره. إذن هنا ينقل ماذا؟ الهواء حبات الرملي فأمام الحاجز. مفهوم؟ هنا يكتب متعلم مصطلح الذي يعتبره أنسب. نمر إلى استنتج. مستعملة مستعمل الكلمات في منحدرات وجريانه مسيلات في وفي كتبان الرياح. إذن هنا وفي بمعنى في، لدينا واحد لدينا اثنان. إذن يؤدي سقوط الماء ماذا نكتب هنا؟ على ماذا نكتب؟ إلى نحتي ماذا نكتب هنا؟ على سطح الأرض. تؤدي قوة ماذا؟ إلى تكون ماذا؟ رملية. نمر إلى استخلص. إذن أملأ الفراغات بما يناسب. لدينا الرمل تحول، كتبان مواد تنحت، منحدرات تغير. إذن ماذا نكتب هنا؟ مياه والرياح تداريس سطح الأرض. هنا كذلك ماذا نكتب؟ مياه ماذا نكتب؟ فتتكون مسيلات وأودية تنقل هذه المياه سطح المنحدر إلى الأسفل. تنقل الرياح حبات ماذا؟ في الصحراء مكونة ماذا؟ رملية. إذن هنا يكتب متعلم المصطلح الذي يعتبره أنسب في مكانه المناسب. نمر إلى استثمر والسؤال الأخير. إذن أملأ الفراغ بما يلي وجود شلالات أكبر إموزارة. شلالات ماذا؟ الواقعة قرب مدينة أزيلالا. ماذا نكتب هنا؟ من شلالات ماذا نكتب؟ واقعة قرب مدينة أكادير. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وإلى درس آخر إن شاء الله.